صلي وسلم على نبينا محمد. أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الثانية من المدخل لطاقة الرياح. المرة اللي فات تعرفنا على طاقة الرياح وعرفنا ان هي عبارة عن كتل هوائية متحركة، الاساس فيها هي الطاقة الشمسية. بنكمل مع بعض كده في يعني محاضرة بسيطة، بنقول ان طاقة الرياح دي طاقة مخزنة في الرياح نتيجة يعني ما قلنا اختلاف الكتل الهوائية الناتجة من تأثيرات الإشعاع الشمسي، وقلنا ان هي نوع من انواع الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي طاقة نظيفة لا يحدث عنها انبعاثات، وطاقة متجددة لانها متوفرة باستمرار لا يمكن ان تنفذ بفضل الله عز وجل. طيب الاستفادة من هذه الطاقة، قال لك ان انا ممكن احولها لطاقة كهربية عن طريق ان انا ادور مجموعة من التوربينات، وهنشوف ده ان شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة. الحاجة التانية، انا ممكن احول الطاقة دي الى طاقة ميكانيكية، ممكن استخدمها عشان ادور طواحين هواء، والطواحين دي بدورها ممكن تستخدم في طحن حبوب. قال لك برضو ان انا ممكن استخدمها في نقل المية، وممكن انا استخدمها في تحريك السفن باستخدام الاشرعة. فلما الكتل الهوائية دي تبدأ تضرب في الشراع تبدأ تحرك السفن. الفكرة في عمل طاقة الرياح زي ما قلنا تعتمد الآلية بتاعتها على مجموعة من العوامل والظروف. أول حاجة اعتماد على الشمس، لأن ما قلنا الشمس بتعمل تسخين لبعض المناطق على سطح الأرض، فبيؤدي رفع درجة حرارتها واختلاف كثافة الهواء. يبقى أول عامل هو الشمس، ثم بعد ذلك الهواء. الهواء بقى بيمتص جزء من درجة الحرارة المرتفعة للشمس نشرتها في المنطقة اللي تعرض لها إسقاط شمسي عالي، ومن ثم الهواء ده الساخن يحصل له عملية ارتفاع لطبقات الجو العليا، لأن الكثافة بتاعته أقل، لأن حجم الهواء الحار بيبقى أخف من الهواء البارد، وجزيئات الجزء الحار بتبقى سريعة الحرارة. فبيحصل العامل الأخير وحدوث التيارات الهوائية بقى، بيبدأ تيارات الهواء البارد بتندفع عشان تسد الفراغات اللي الهواء الساخن أثناء صعوده عملها، فنتيجة لذلك يؤدي ذلك إلى تشكل هبوب قوي للرياح لانتقال الكتل الهوائية من مناطق الباردة إلى المناطق الحارة، وتتكون طاقة الرياح. المرة الجاية إن شاء الله عز وجل هكلمك على توربينة الرياح ومكوناتها وآلية العمل بتاعتها. حتى هذا اللقاء أستودعك الله عز وجل الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.